كل الناس عماله تقول خبر ان وليد سليمان بيتفاوض مع نادي الزمالك على 20 مليون جنيه وان فرص عاليه جدا انه يوقع وانه هيوقع وان الكلام ده. مؤمن سليمان لم عفوا مؤمن زكريا لم يوقع للزمالك، خدوها مني عشان تبقى خلاصه. كل الكلام ده محاولات لتشتيت تركيزه وانتباهه. مؤمن زكريا لم يوقع لنادي الزمالك ولا يحق له التوقيع لنادي الزمالك، وسبق له قبل بدايه الموسم انه وقع لبيراميدز هو احمد فتحي والعقود كانت مع الوكيل، لكن بيراميدز قال انا مش عاوز لعيبه النادي الاهلي سواء من الموجودين هنا او ممن احترفوا خارج مصر، فبالتالي هو النهارده وكان في مفاوضات انه ينتقل، لكن ان هو وقع نادي الزمالك ما وقعش. في محاولات من نادي الزمالك لمغازلته لكن بحمل مسؤوليه عدم تجديد مؤمن زكريا للجهاز الاداري في النادي الاهلي وللكابتن محمد يوسف وقطاع الكره. النهارده انت عندك لعيب بهذا الحجم المفترض انك انت تقعد معاه وتتكلم معاه، فلوس القديمه ياخدها. ايه خناقه فلوس القديمه؟ مؤمن زكريا كان بيحصل على رقم مالي ما من المهندس محمود طاهر من بره العقد. افتكروا ان مؤمن زكريا جه النادي الاهلي من نادي الزمالك، كان في جزء في الاغراء ليه انه يحصل على جزء من خارج النادي الاهلي، مليون ونص تحديدا. مؤمن زكريا النهارده لما بيتكلم مع الشخصيات المقربه منه بياخد فلوس القديمه، فلوس القديمه دي مكافئات، والامر ده كان بيحصل من المهندس محمود طاهر. مساله النهارده ان مفيش حد قعد مع مؤمن زكريا جلسه حسم، محدش قاله تعالى نقعد ونتكلم وننهي الامر، لكن هو كل شويه بنقعد مع مؤمن زكريا، تعالى مؤمن وقع، عايزك توقع يا مؤمن، بنستعد الجماهير عليه بكثره الكلام حوالين ان مؤمن زكريا رافض التجديد. مؤمن زكريا لو حد قعد معاه بشكل ودي، يا جماعه الصوت لو سمحتوا، الصوت مفتوح في ودني. مؤمن زكريا لو حد قعد معاه بشكل ودي وبشكل احتراف، النهارده لعبت ماتش كسبان فيه بالاربعه، لو حد قعد معاه تاني يوم المباراه وقاعدة للنقاش ايه الموضوع، هيتم التوصل الى حلول وسط. مؤمن زكريا يرغب في الاستمرار داخل النادي الاهلي ولا يرغب ابدا في الرحيل عن النادي الاهلي. انا بقول كلام انا مسؤول عنه ومن بق مؤمن زكريا ليا، لا يرغب في الرحيل عن النادي الاهلي ويرغب في الاستمرار، لكنه لم يحصل مثلا على مكافاه الدوري السنه اللي فاتت، فبالتالي مؤمن زكريا احد العناصر المهمه للنادي الاهلي واللي عاوز يكمل مع النادي الاهلي. ما تسمعوش الكلام، بقول للجمهور ما يسمعوش الكلام اللي بيتقال انه وقع نادي الزمالك، هذا الكلام لا اساس له من الصحه، لا اساس له من الصحه اطلاقا. هي الفكره بالنسبه عند مؤمن زكريا كان جاي